للصدق اللي يحجو عنك وعني عنك وعني كلهم ترى يغاروا منك ومني منك ومني وللصدق اللي يحجو عنك وعني عنك وعني وكلهم ترى يغارون منك ومني منك للصدق اللي يحجون عنك وعني كلهم ترى يغارون منك ومني ومنك ومني لسهر وعد نجوم نجمع لنجمة نجمع لنجمة وقلب الخليل ينام نجمع لنجمة قلب الشنيمة قلب الشنيمة آخ لسهر وعد نجوم نجمع لنجمة نجمع لنجمة وقلب الخليل ينام قلب الشنيمة أي نجمع لنجمة قلب الخليل ينام قلب الشيني وقلب الشيني ما يلا أربعة شكرا جزيلا جميل جمهورنا العزيز مرحبا ومسية العافية على عيونكم مساء الخير حلقة جديدة من حيب سبات أروع وأحلى نجومنا وضيوفنا الأعزاء طبعا الحمد لله والشكر اتصالات هواي على تليفونات البرنامج وهواتف البرنامج تليفونات الخاصة لاستضافة أكبر عدد من الفنانين الممثلين الرياضيين أحلى ضيوفنا الكباتن رحيم طشر رياض الوادي ملوك النكتة المخرج ليث ماهر أحسان دعدوش أستاذنا وسام عبد الواحد حسان رعد مرتضى حيدر عبد الثامر لا يخلون بيدك محبس لا تبشني لعنة عليك حبايبنا الفرقة المدرعة نقدر نقول إبراهيم البندقاري نصرة البدر حسن هادي كل الفنانين بسمال الخطيب كل 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 بدون جعفر الغزال شكرا شكرا لجعفر الغزال النجم جعفر الغزال على هاي الأغنية الحلوة افتتاحية الحلقة أنا ممنون من عنده كل شيء مساعدني يعني بال علي الحميد لا تقول مكحلة بدون قلبك يحفظك إن شاء الله أنا آسف محمد فوزي كل الحضور تحياتنا المشاهدي الكرام يا ربي الخير والصحة والأمان على كل العراق من الشمال للجنوب يا ربي الأمان الأمان على كل العراقيين لا ننسى نشكر كل كادر البرنامج من مصورين من مخرج من مدير تصوير كل من الهيئة الإنتاجية كادر القناة النوارس فرقة النوارس فرقة النوارس ما نهيك يشتغل لو منا تختلف عمر على الفريداوي رائد دودي بعد الله زيد الحبيب سيد الحليب كل الموجودين رواد كل الحضور احمد شاكر بغيابه احلى تحيه احلى تحيه لعيون نصر لعيون نصر تحياتنا لكم لا تنسون تجاوبون على السؤال اللي يظهر اسفل الشاشه من خلال الاتصال او الاس ام اس نبدي طبعا هنا له هنا تعبوك ولا تعبوك نعتذر اسكت انا كلش من 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 زغرم على العد نبدي
راضين عليهم على هاي انه ياخذون النقطة. شوف التواضع بعد التواضع. شوف النكران الذات. يقول لك ما تفرق نقطة نقطتين ياخذون الحلقة كلها ما يخالف. المهم قلب على قلب مرتاحين. اي اي بس نعبر الحلقة الاولى بس نعبر الحلقة. قال لك بيد حسان دعدوش. وين اي بس 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 تعبر هاي هذه النقطة بس تعبر هاي النقطة. ايش عاجب مزرعون هاي القنفة ليش هيك هاي تركيا زرع زين بيران. نعبر هاي النقطة نعبر هاي النقطة بات بات ما نبدي منك حبيبي أحلى قيس فتاح بالنظراتي بالهمساتي دجداشة صفرة صدق وين دجداشة صفرة خليت لها رقم لا أقعد حبيبي أقعد حبيبي حائز المالك سيارة علي رجاء ما أحب ما أحب أسمع ترهات شنو ايش طالع اليوم أحلى اليوم سوادي شارك تشارك اوكي عشان اللي بيد واحد يقول ام السلام عليكم باكر اسوي لكم فطور طلعكم ما عندهم شيء يسولفون حتى يقلقون هذا الفريق يا ويلي انت يا ويلي الله تقدر تقعد الله 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 من عيونه تقعد يمي وتحاكيني وعيونك ما تصد بعيني الله الله احباب قلبي احباب قلبي بدينا وياك احنا نوالنا اكثر من حلقه انه قاعد حبيبي انت قاعد حلو هي شريط ناخذ نقاط اكثر وقت الحلقه افرز حبيبي مفاجات اكثر بالحلقه افرز حلو افرز قلبي انت قاعد افرز حبيبي افرز عيني افرز حبيبي افرز حبيبي افرز حبيبي افرز علي علي حبيبي افرز صوت علي تقعد انت انت تقعد انت تقعد افرز هاي دور اقعد افرز حبيبي اقعد شنقو مرتضى حميس هاي الحذاء مالتي يا ولد هاي الحذاء مالتي ما احب افتن افرز حبيبي تقعد انت تقعد حسان افرز حبيبي وجهك ترى حسان خوش ممثل ليش ما تقولون بيده لا تبا ابقى براحتك استاذ حسان حبيبي ليوتي وياكم اني قلبا وقالبا معقوله شقيه تج ابو دري افرز حبيبي افرز حبيبي المبدع تقعد انت تقعد انت تقعد انت استاذ حسان دعدوش استاذنا تقعد حبيبي كلش متالق وبالعافيه عليكم مبروك عليك الاعمال الحلوه الرمضانيه رادودي مو بس من عدي بن جمهور حبيبي ماشي ماشي حسان اسوي شو مسوي حيدور اقعد حبيبي تقعد مسلسل مال النبي ايوب طالع رجال يعني هذا رايي ما سمع ايش الموضوع بس قيس سوى فشي اه حبيبي تقعد انت حبيبي ما اعرف علي هسه هنا عندنا بس مرتضى وعلي مو لعب بالك هذا بقامه باقي عندنا علي باقي جوا جوا بالجوا بسرت جوا بسرت جوا بس هم يبقون حبيبي بس اسمعني صيح بسرت جوا اللي باقي ما عليك بالفوق فعلت باقي علي ماشي ومرتضى استاذ جعفر زين استاذ جعفر طلب من هاي القنفة باقيين كلهم
قاعد منهم اثنين مو رياض الوادي قاعد. يلا قيس فتاح لك اريد يا ابوي اي نحب بالحسبة اي 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 صديقنا شو اسمه هذا اللي كرمساته بالحائط دقين برجلي ماشي احنا اتفقنا قبل الحلقة انه الكابتن اللي ينزل اسرع يا ولد. السرج جوا شباب سمعوني سمعوا يا ولد السرج جوا بس السرج جوا بس علي باقي الله رحيم مطيشة حلوة رحيم مطيشة رحومي رحومي هاي الاسمر يا زين عيل اسمر يا زين عيل اسمر يا زين عيل اسمر يا زين يلا اسمه ايوه 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 حبك عزلني ظالم اتسلمني حبك عزلني عيل اسمر يا زين لا 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 من يوم شدرين شدرين ارجع ارجع طالبين دكاترة كمان يلا واخيرا جاء المضمد إيه؟ تعال حبيبي تعال هذا عدوه طبعا طلب من يعني الاتصالات وطلب يعني من إدارة القناة ومن يعني المشاركين والحضور انه نسمع نكات او فشي تحشيشي من ملوك التحشيش ملوك النكتة الباشوات اللي هم رياض الوادي ورحيم طشر بما انه عطيت يعني وفرحان هاي نقطة ورحيم صاحبات اي نسمع اسل الاخير هذاك واحد اسمه محمود هو واحد. اسمه واسم ابوه واسم جده ذاك اليوم راح يطلع شهادة جنسية كملوها صاح الشرطي محمود 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 قال لها قال لك هذا اسمك ينتهون بيك صدقت حلاق يقول طب عندي شايب زينته كم مرطة انا 5.5 قلت له شنو بايع لك رصيد بظهر تموز نار الحب سعرنا ورخيص من الشمس صاير سعرنا ظل يطيح من نغسل سعرنا ما ادري وراثه من الجوم بعد ايه سماعي انا واحد يخاف من ابوه يدخن وين بالغرفه الاخيره يدخن ايه جقارته هو يدخن ذاك اليوم طب علي شافه بدل داسه قالوا لك تدخن قال لا والله العظيم ما دخن قال لك هذا الدخان مال فانوس سحري اي رحيم بشوي طمع ما يخالف نسمع صاحبنا علي نجم يقول اتمشى وشوف الشايب حاط هاي مال قبن الوزن وزنت عده اعطيته 1000 بيش قال لي ب500 اعطيته 1000 قلت له رجع لي قال لي ما عنده والله بس انت باستفتاح قلت له شلون قال لي اركب النوب قال لي شنو دي لا بالهواء هذه صفقه قويه الرحيم ورياض دي لا بالهواء متفقين يلا سوالة مكسورة يا ديلا بالهوى سوالة مكسورة يا ديلا بالهوى سوالة مكسورة يا ديلا بالهوى ديلا بالهوى هيه
يلا البيت بيتكم عيني مراد يضربني من هواي ما اقدر اتحرك فيها شنو حيدر شو وجعك؟ شو وجعك؟ والله متلازق ها؟ اي اي مو خيط قايمة على الدخانة كاملة صبغ ظافر يلا حيدر يلا يا ولد مات الكابتن اللي ينزل اريد شغل سريع بسرعة نقاط اكثر افرز 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 ما يخالف ما يخالف ما يخالف ثمان افرز 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 اقعد افرز افرز حبيبي افرز 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 قاعد افرز حبيبي افرز قلبي افرز افرز عيني افرز افرز ابوي افرز افرز يلا افرز نيدة افرز افرز اقدم لكم خالتي لازم اعده طايح شعاره من القهر يقول لك وقت يسافر افرز ان شاء الله تحكم طق طق افرز افرز طق 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 اليوم ملك القلق جعفر افرز حبيبي لا اللي بس هم اليوم قاعد لما ماخذين محبس فقاعد يلوبون طق افرز 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 طق 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 شنو انت عمي اليوم علينا جعفر يقول النصر تدير بالك من ابو الاسود يقصد ابو الاسود كلهم لواعي انت تقعد كلهم لواعي انت تقعد افرز تقعد كابتن نصر بس صوتك على شوي تقعد تقعد حلو خلوه يشتغل خلوه يشتغل نحب نعرف اخر اعمالك مو على الغناء على حلويات خاصه كيد صاحب محل حلويات خاصه كي معمل حلويات خاصه كي جعفر ثوان ذي الفقار ما خلى لك سكه ذي الفقار ذي الفقار ما خلى لك سكه افرز مرتضى شو الاخبار بعد بعد يا ابطال الولد ابطال يا ابو افرز روان طق طق افرز حبيب. اليوم افرز مرتاح وكلش افرز بعد يابي 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 افرز حبيبي التحذيرات التحذيرات من جعفر النصرة البدر على ابو الاسود سويت انت ايش لعبت وش الحكي وش اللي قاعد يصير يبوي مباحثات خلي الولد يلعب خلي الولد يلعب افرز
نعم افرز افرز شنو خلي الولد يلعب ترى حرام عليك. حلو حلو افرز بالله ملايكه افرز افرز طق لا مرتضى حنيس طلقوا له عظمه يعني فتحوا له عظمه مو طلقوا له يعني افرز اوكي انت تقعد زيدي زيدي لا مو قاعده كاميرا كاميرا 1 كاميرا 2 كاميرا 3 انا خاف طق احلى مجيد يعني مجيد يعني احلى معامل افرز حبيبي المواد الغذائيه والشاي شلوني شو تريد افرز اريد باك كاركتر كلوتو شو قهو انت قطع رزقي احلى ابو بدر طق هلا يا هلا يما يا هلا وهلا جوين هلا جوين يا هلا يا وهلا جوين هلا جوين هلا جوين مربعات 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 سماعي يا ولد مربعات مربعات مكعبات ضاع البات ما ظن بعد تلقونه 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 ضاع البات ما ظن بعد هلا برمضان بيامه ولياليه هلا برمضان بيامه ولياليه هلا برمضان بيامه ولياليه شهر الخير شهر الطاعة والغفران هلا برمضان بيامه ولياليه هلا برمضان لك عيني شكور هلا برمضان هلا وشكور هو بشلوني احلى فريق احلى فريق لحد الان ايش قد ايش قد 2 2 0 لا 2 0 لا 2 ويا ذنيك لا ويا المربع يصير 2 ومربع هسه احنا 3 0 3 0 2 0 علي لا تحاول تزاغل 2 0 اعطيني بالفضل كوبايه بالفضل كوبايه بالفضل كوبايه بالفضل كوباية بالفضل كوباية تحياتنا مولكم تحياتنا لأهلنا وناسنا وأحبابنا ورمضان المبارك عليهم بالفضل أبو سيفين قنبر علي صدق يعني هاي الفرق الحلوة البغدادية التراثية بلعبة المحابس فضوة عرب كل من الكريمات القرعات تحياتنا لهم وكل محافظات العراق وكل مناطق العراق تاج على الراس ورمضان المبارك عليهم بين الخميس بين الجمعة مرة ولمت خيالك تحياتنا يابا 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 لا ننسى نذكر مشاهدينا الاعزاء الجواب على سؤال الحلقة من خلال الاتصال او الاس ام اس شاركوا يانا لانه اول يوم عيد رمضان او الاضحى المبارك اللي بعد رمضان راح تكون هناك توزيع جوائز قيمه لاكثر عدد من المتصلين اللي جاوب اكثر اسئله يلا
يما شلون حق اليوم فدوى الله هلا برمضان هاي هاي قطعات ما شعر هل ان ابو اشواق معروف شو نسمع يا بي يا بريد الكل يا حليوة هل جوي يا حليوة هل جوي يا حليوة هل جوي سلالتكم الرسول الله نسبها دنيا بغير نظراتك نسبها جمال الناس بالمية نسبها يا حليوة هل جوي يما هل جوي عن كلمات رائد اي رائد اللخ 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 يا بيت والله مدى اقدر شنو مدى اعرفك شنو انتاجك الاخير احلى منو حيقوم هو يا ابو اليوم نصرة قافر يقول طلع المحبسه طلع افرز انت مصفوف بيدك اليوم لك انت مصفوف احلف افرز افرز حيدر يا ولد حيدر تعرف افرز لك حسن هذا افرز شايل المحبس بصراحه افرز حيدر علاوي شو صار اصفر ما ادري افرز 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 حبيبي ايدك حبيبي ايدك شنو حيدر حيدر ايدك ايدك عشان مد رجلي حبيبي مشتاق لك لا تدري لا تدري قد مشتاق لك لا تنفتح ديك لا تدري قد مشتاق لك اموت عليك مشتاق لك اشتياق افرز لا تدري قد مشتاق لك افرز ما افرز تقعد افرز احلى هيئة الانتاج العربي اقعد لو تدري كيف مستخدمك من هون احجب لك المحبس احجب افرز قلت له تخلي حسام قلت له تخلي شنو هي مشتاق لهم شنو مشتاق لهم انا على مشتاق لهم افرز بقى افرز طق طق والله يعني واحد يشتاق ما يعبر عن اشتياقه لو تدري كيف مشتاق لهم معقول ان نخلي بيدك هسه انا لاحظت شي فوت بس على الفارغين شنو الموضوع انت شي شنو ذاك اليوم المسلسل بالمشاهد صايع علي افرز قلت لهم انت ولو يا احمد هسه اطلع بيكم والله عمي والله انت افرز افرز طق حلو طق افرز 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 يا بطل على السريع رجع نعم صحيح افرز رواد في الموضوع رواد لا حيس لا نفس افرز طق 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 هذا اللي كنت خايف من عديه هذا اللي كنت هذا كنت خايف من عديه هذا الحب اللي حبيته هذا الشوق اللي انطيته اشتاق لكم مشتاق ايش يا مريدة 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 عاصم سميني يا ولد في لا اله الا الله اسمح ولا اقول وش علامك في الاسمرانية في الاسمرانية ولا اله الا الله اسمحي ولا اقول وش علامك على الاسمرانية الى اسمرانية ولا اله الا الله اسمعني ولا قول
اتيتي اتيتي تي 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 وا عبد القادر يا ميلي بالشاشة الذهبية عبد القادر يا ميلي بالشاشة عبد القادر يا ليلي بالشاشة الذهبية عبد القادر يا ميلي جن علي علي لو تدري ايش قد مشتاق لك ملعون ابراهيم سلم عليك بالزب زين مشتاق لهم والله كتلوني 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 صبقة زي صبقة زي لو بس تعرفون ايش قد مشتاق لكم مشتاق لهم بس السؤال ده اعبر لك عن اشتياقي يلا عيب 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 ارجع لمكانك لو سمحت لو سمحت لو سمحت مرخصتكم سخون تصاعدي ولازم تعال حبيبي تعال ابني تعال شكت ابره تعال بابا انا اعلمك خرسان رسلان انا اخوك وحاوي زين بس يطلع لك المارد يقول لك بيدمن لا تسمع كلام ابوك اسمع كلام امك يما شلون شباب فدوى الله يما حلوين يخبلون اخوي يما فدوى الله ايش قد احبك وحاوي 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 ونعم والله وحاوي ونعم شو راسك 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 دير علوة زيد الحبيبي هاب صفقة زيد الحبيبي يا ولد هاي تربيتي ما راحت بلاش ما راحت خلف ممان لا تقعد لا تقعد انقلها طلع ايه أمونا إيه الأسباب أمونا ما ترد علي أمونا إيه الأسباب أمونا ما ترد علي عليك 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 الله ما رد علي أمرجع أمرجع أمونا إيه الأسباب عمونا ما ترد علي على كيف على كيف على كيف شو ما رديت علي يا سمونة سمونة ونفرين كباب شلون جبك عوازي ان شاء الله ابدعاكم وننتظر دعاكم انه تكمل هاي النقطه بثاني يوم رمضان شالك بهم افرز لي دقعد على كيف ترى وحده عليكم ما يصير يقول بات يعني هو شوي يخاف من هاي الكلمه لا لا مو اخاف لا المفروض يقول بات كون عنده محبس دقعد مره ثانيه ويا ويا طول قيمنا ويسره
قري قري طلق ابني ويسرى حسن طلق ابني ويسرى طلق ابني ويسرى افرز مساعدك مساعد به والثانية أصلي له بخمسة وعشرين أحكي طلق ابني ويسرى رحيم رياشي الأخبار رياض بعدك مار بعده يا منو كيفت شباب اللي ترجع السريع من تبرز السريع مثلي قاعدون اسلام لو تدري قد ما يستاهلك علي فريداوي واقف ابو علي اخو مصنع وقت شنو من حيدر شباب كذا من حيدر بس والباقي كلها تقعد؟ لا نعم قعدت فهمت الجولة بعد 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 الولد ابو السلعة ذاك ممكن الناس حيدروني بس مو عبالي دي يقعد مو هاي طريقة مال واحد اللي يقعد مو مال واحد يعني زين؟ شو تفقوا يا علي؟ علي يردون شعر قصيدة شعر قصيدة فد أربع بيات وامضى كذاب هم قلوا والله شو مسيلة؟ أنت مو قلت لي؟ عادل استعمل الرئيس علي بس مرتضحني اسمك قد ما سلمت عليه ما مشتاقني سجل استعملكم اليوم منهم؟ بعدين فارغ والله يا اسف يعني شي ملايكه شو الاخبار زيد زيد صوتك ناصي فعالات ماكو الصوت جماعه قاعد يسولفون طلق عشرة لو تيجي نجد مشتاق طلق عشرة لا حسان ضحكت طلق عشرة طلق عشرة لا لا يخلوني بيده يظل لا يودونه يجيب ما ادري قلبي افرز افرز قال لي ايش قد بعد قلت له عشان الله يخليك افرز شو ما ذا يعني تدرون نقطة بيها بقينا بيها ثلث ساعة يعني هاي الحلقة راح تبقى بس أربعة من أستاذ حسان بقى أربعة أربعة بس اثنين طقم الساعة طول علاوي طير مالتنا على سطحكم حرب طيرنا على سطحهم استاذ حسان افرز مين هو افرز بعد يا افرز رواد اشو منو حيدر اخوي هذا صديقنا طلق ابني ويسرى تشوفيك
يلا طلق اقعد لحظات اخوية ومحبة العون يا معود يا معود احب اقول لكم شغله واحده بس يا ولد مصاف اقول لكم شغله بس تقعد يمي تحاشيني وعين فرز افتح شو العصبي هاي لا لا شنو طلق طلق هلا يا هلا جيبه احلى البصره ونسانا ودوا جميله احلى البصره ونسانا مشاهدي اهو الكرام عم جاوي باضي لا تنسون تجاوبون على السؤال اللي يشمل الشاشه من خلال الاتصال او الاسمس انتظرونا باشر كل عام وانتم بخير رمضان مبارك عليكم يا ربي الامان والسعاده وال اخ 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 مشتاق لكم جدا انتظرونا باشر حلقه جديده من برنامج محبي سبات من على شاشة ميوزك الريماس وهنا بغداد انتظرونا باكر في امان الله تعالك تعال جينا لبنان ننفخ شفايفنا خبينا خو خبينا يا المحبة شلت تقضينا ضيعوا يموت ياهو الموتة بس ولك ضاع ياهو الموتة
برمضان نزرع بالبيوت ورود ضحكتنا محابسنا عراقي في عطر بغداد من دهوك حد تراب بصرتنا ملتمين خوة عائلة وصحبان والله يديمها بالخوة لمتنا المحبس بات بس مو عند غريبي بات وين يروح عندنا وبيت خوتنا رفيقي أخذ مني صاحباتي صح نام يمه وصحباتي قلت له جيب نحبة صاحباتي والله لازم قمت عبجو ظل يضحك علي هذا الرفيق مال أنا في قلطان زيادة